مرحبا بكم في صحة ماكس. كما كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال، وإذا تابعتوا العدد تاع اليوم راكم راح تعرفوا أكثر عن مرض حساسية الحليب. في رأيكم الحساسية تاع الحليب خطيرة على صحة الإنسان؟ هذا الشيء خطأ. حساسية الحليب هي استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة في الجسم إلى الحليب والمنتجات التي تحتوي على الحليب، وهي من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً لدى الأطفال، وحليب البقر هو السبب الرئيسي والمعتاد. أعراض حساسية الحليب نلقاو صدر يصفر، الحكة والشعور بالوخز حول الشفتين والفم، تورم في الشفتين أو اللسان، الكحة والصعوبة في التنفس، القيء، الإسهال وسيلان الأنف ودموع في العين. من أسباب الحساسية الحليب نلقاو وجود خلل في الجهاز المناعي. العامل الوراثي تاني يلعب دور، كما أنه كاين بروتينات في الحليب تقدروا تصيبوها في الماكلة وتاكلوها من دون علم، كما الفخوماج، الزبدة، الشوكولا، الكراميل والمثلجات تحتوي على هالبروتين. للبقاية من هالحساسية نقدم لكم بعض النصائح. لازم عليكم الرضاعة الطبيعية للأطفال، قرأوا جيدا ملصقات الأطعمة إذا كانت خالية من الكازين، سقسيوا على المكونات تاع الطعام كي تكمونديو الماكلة كي تكونوا باغيكزومبل في المطعم وما تحشموش، اجتنبوا الأطعمة المصنوعة من الحليب، وما تنساوش بيان سور تستشيروا الطبيب. إن شاء الله نكونوا فيناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحة ماكس على انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.